السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذا أتى السائل يسأل فإنه يقول عبارة تستحق التأمل، يقول: من مال الله يا محسنين. هو يسألك أنت المال ويقول من مال الله. إذا تأملت في الحقيقة أن المال مال الله، والملك ملك الله، وما أوتيت في هذه الدنيا إنما هو إتيان مؤقت، أعطيت هذا المال لمدة مؤقتة وسينتقل منك للآخرين، وسينتقل بعدك للورثة، فليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. إذا كان المال مال الله وأعطاك إياه، فاغتنم هذه الفرصة في أن تري الله حسن التصرف في هذه الأموال، واجعل شعارك كل يوم صدقة، ولكل مسكين صدقة، ولكل سائل صدقة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا.